أهلا بكم مرة تانية حضرات السادة المشاهدين. منتهى الرضا في الدنيا إنك تكون حكم بين طرفين والطرفين الاتنين بيتهموك بالانحياز. صغار المصدرين دائما يتهموني إن أنا بنحاز إلى كبار المصدرين، وكبار المصدرين دائما بيزعلوا مني، بلاش بيكرهوني، بيقولوا إن أنا بحرض عليهم صغار المصدرين. المجلس التصدير للحاصلات الزراعية ليس طرفا، وإنما هو منظومة تنظم عملية تصدير الحاصلات الزراعية إلى خارج مصر لتعظيم زي ما قلنا شاء الفلاح أو المزارع. رئيس المجلس التصدير للحاصلات الزراعية المهندس عبد الحميد الدمرداشي التقينا كثيرا أنا وهو في لقاءات مشتركة، بعضها عام وقليلها خاص على هامش مناسبات عامة. كان الرجل بينظر لي أيضا إلى أننا هذا الصحفي أو الإعلامي اللي بيحرض صغار المزارعين على كبار المزارعين أو على المجلس التصدير بشكل عام، وبيتهمه بالحياد لصالح كبار المصدرين. آخر مرة تقابلنا على هامش لقاء سريع جدا وإحنا واقفين قدام وزارة الزراعة، كلمت الراجل وكلمني، اتفقنا على أن إحنا ننهي هذه الحكاية بلقاء، والتقيته بالفعل في مقر المجلس في المعادي. وحينما كشف لي الأوراق كان من الضروري أن أتغير وأن أغير اتجاهي دونما أيضا مواربة، لأنه أنا من حقي كإعلامي أو كصحفي إذا أخطأت على الملأ أقول أنا مخطئ، زي ما أنا أحيانا أتباهى بأننا منصف وأننا على صواب. أولا اسمحوا لي أرحب بضيفي العزيز الكبير اللي أكتر من 3 شهور وأنا بحاول أستضيفه في حلقة، ولكن كان دائما بيراوغني بمداخلات فقط لا غير. برحب بالمهندس السيد النائب عبد الحميد الدمرداش، أولا ابن كفر الشيخ، نائب الأمة بشكل عام، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي المصري بالبرلمان المصري، رئيس المجلس التصدير للحاصلات الزراعية. أهلا بحضرتك يا باشمهندس، شرفتنا النهاردة. إزاي حضرتك؟ أنا مش عاوز أمشي وفقا للسكريبت ووفقا لخطة، لكن اسمح لي إن أنا النهاردة أتعامل معاك على محورين. المحور الأول يهم عدد قليل ولكنه مهم جدا جدا، وهو المصدرين سواء الصغيرين أو الكبار اللي هم أعضاء المجلس التصديري. والمحور الثاني يهم 100 مليون مصري الذي هو مستهلك لما ينتجه الفلاح أو المزارع أو مصنع الأغذية. فحضرتك نبدأ منين؟ هل تسمح لي بعد إذنك الأول قبل ما أدخل أنا وإنت في حوارات نشوف تقرير كده صغير المستهلك بيقول إيه بالنسبة لأسعار الخضار؟ تمام. بعد ما أشكر زميلتنا هدير وهدان على التقرير الجميل ده، إيه رأي حضرتك في كلام المستهلك؟ لا هو طبعا المستهلك على حق، ولكن لازم برضو نعرف او نحلل اسباب الارتفاع ايه الاسعار. هي في كذا عامل، يعني انا شايف ان حتى طبعا طالما الاسعار ارتفعت يبقى في قله في الانتاج ده، ومن اسباب اللي احنا شايفينها او يعني ملاحظينها ولازم برضو الدوله الحقيقه تاخد بالها منها، هي عمليه التغيير المناخي اللي هو بيحصل في العالم كله، وده هيؤدي الى يعني مشاكل سواء في الامراض او في الحشرات. لان احنا دلوقتي اما تيجي تفكر حضرتك احنا ما عندناش برد الحقيقه غير بيبدا من 25 ديسمبر عفوا ويقعد شهرين بالكتير قوي. ده اختلف عن الحقيقه زمان كان البرد بيبقى بيجي بدري وبينتهي في ميعاده، ولكن كل هذا الكلام هيؤثر على اول حاجه موعد الزراعه وموعد الحصاد والجودة بتاعة المحصول نفسه. فدي لازم نبقى عارفين ان دي جزء كبير جدا من ان ارتفاع الاسعار نتيجة ان قلة المحصول لاسباب كثيرة، ومنهم الامراض ومنهم المناخ وحاجات كثيرة جدا. الحاجة التانية الحقيقة ان عملية التداول على هذه المحاصيل، احنا عندنا فاقد زراعي كبير جدا،
قد يصل يعني 25% وهو زاد في بعض المحاصيل زي الطماطم مثلا، لان احنا في الطماطم بننتج 7 مليون طن ما نقدرش نصدر غير 99 الف طن برضو من سنه لسنه، يعني السنه اللي قبليها كنا 60 الف دلوقتي بقى 90 الف. وبالتالي انت حضرتك محدد بعوامل كثيره جدا الحقيقه، زائد ان في بعض التجار، ومش عايز اقول كل التجار، بينتهز هذه الفرص في عمليه رفع الاسعار. فدي اعتقد ما فيش يعني العوامل، ما اعتقدش ان هي ما تدورش في اكتر من كده. طبعا لازم يبقى في رقابه على الاسعار بشكل معين، لكن برضو عمليه من الارض الى المستهلك في الاسواق، هي دي النقطه اللي بتبقى الثغره اللي ساعات بتبقى استغلال بعض التجار فيها. والحقيقه انا دايما اذا لم يكن هناك عمليه السلاسل المختلفه، ودي الدول معظم دول العالم بداوا زينا بالظبط، لكن دخلوا بداوا يعملوا سلاسل في كل المراكز، سلاسل زي المحلات الكبيره قوي اللي هي بتاخد كميات كبيره، بتتعامل في المراكز زي مركز اي مركز مراكز المحافظات، بيقدروا يتعاملوا مع الفلاح مباشر. النقطة الثانية يا فندم الحقيقة انك انت عشان تقدر السلاسل دي تشتغل وتبقى بكثرة وتاخد كميات كبيرة ومن الفلاح مباشر وتقضي على الرجل اللي هو الوسيط اللي في النص دي، لابد ان هي يكون في اعداد هائلة من هذه السلاسل التجارية. وناس كتير قوي بتقلق من عملية السلاسل التجارية، بالعكس في معظم دول العالم حتى في بعض السوبر ماركت اللي هي فتحوا في مصر بيبيعوا اقل من سوق العبور مثلا. ولكن حضرتك كده شكلك عاوز تنهي لي الحلقة في 5 دقايق، ما شاء الله، يعني جبت كل النقاط اللي هي أسئلة عندي، وانا عاوز يعني ايه اعمل زي النجم اللي بيعمل اللي بطول الحلقة. لا يا فندم انت نجم من غير حاجة، احنا قدامنا ساعة وربع. لا فيعني عاوز اقف حاجة حاجة بالراحة. حضرتك قلت الرقابة على الأسعار، الرقابة على الأسعار دي مين مسؤول عنها وانا امامي رجل تشريعي ورقابي وتنفيذي؟ هي اصل هي الحقيقه اما تيجي تقول الرقابه على الاسعار الخضار والفاكهه، يعني ما هو لازم برضه اللي يجي يراقب على الاسعار ده يبقى عارف كل العوامل اللي انا قلتها دي. يعني ما تقدرش تقول ان انتاج نزل مثلا بنسبه 30% في مثلا الخيار زي ما كانت ست بتقول، وتقول لي لا من الاسعار مش هتبقى غاليه، ده طبيعي في اي حته في الدنيا. لكن هل انت هتقدر انك انت يكون هناك في صندوق لدعم الفلاح لهذه الامور في الظروف المناخيه بشكل عام؟ هي دي النقطه. يعني مثلا حصل جفاف جامد جدا في اسبانيا هذا العام. بقول لحضرتك انا هلغي السكريبت، انت اللي هتجيب الاسئله. لا يا فندم، يعني ده انا خايف، ده انا ما اتكلمش بقى. لا انا طرحت الموضوع ده سابقا في حلقات كثيره جدا، متى نصل الى مستوى الدول اللي بتدعي انها راسماليه، ودول راسماليه كبيره جدا لكن عندها نظام اقتصادي رحيم اشتراكي تعاوني في صناديق حمائيه لكل الريسك او المخاطر اللي بتتعرض لها كل المحاصيل او كل الانتاج الغذائي في المواسم المختلفه بتاعته، برضو ده دور تشريعي ورقابي. ده اكيد اكيد. ولكن يعني مثلا من الحاجات اللي هي في يعني من الحاجات اللي الواحد بيدرسها وما زلنا بيدرسها وقد يكون هناك يعني طلب احاطه او سؤال للحكومه، عمليه الاسمده. انت عارف ان الاسمده في السماد اللي هو بياخد دعم هو السماد الازوتي فقط، السماد البوتاسي والفسفوري لا ياخد دعم طول عمره. وبالتالي كم لما جيت ادرس هذا الموضوع، الكلام ده من يومين ولا حاجه، لقيت انك انت حضرتك الدوله بتدعم، بتتفق مع المصانع على اساس انها تاخد 55% من انتاجها في مقابل انها بتاخد غاز اقل شويه. 55% من انتاجها دي بيتساوي طن متري من الازوت حوالي 4 مليون و400 الف طن سنويا. طيب دول بياخدوا دعم حوالي 8 مليار جنيه. وارجو اذا كان هناك مصانع الغاز، لا مصانع الاسمده، مصانع الاسمده اللي هي بتصنع، اللي هو الفرق بين تكلفه انتاج الاسمده في المصنع وتكلفه تسميده للجمعيات او للتعاونيات. لا بالظبط، هي مثلا التكلفه 5000 جنيه الدوله بتديه للمزارع بثلاثه وشويه. نعم. طيب انا هفترض ان انا هرفع الاسمده واخليها في كل حته ويعني شلت هذا الدعم من على الفلاح في مقابل
الشرط بقى ان هذه ال 8 مليار يبقى ده صندوق يتحط للفلاح في حاله المشاكل اللي زي دي. ما اعرفش التقاليد الاعلاميه تسمح لي اسقف عليها ولا لا. لا يا فندم، بس انا بقول لحضرتك يعني فكره رائعه وجميله جدا. بس انا الحقيقه يا فندم، اصل انا لما اعمل صندوق لازم الاول احط في دماغي انا منين همول هذا الصندوق بالظبط، والاليه هتمشي ازاي، ودي نقطه مهمه قوي. الاليه يعني ازاي هقدر ان انا هنتقل من ده لده اذا كان كلامي انا صح او من معلوماتي صحيحه لحد ما نخش البرلمان ونقدر نسال باستفاضه كامله. فانا بقول عشان الفلاح ما يقلقش، الدعم موجود وكل حاجه، لكن انا بفكر في حاجه، انك انت في الظروف اللي هي زي دي الدوله تقدر تتدخل بوجود صندوق يقدر ان هو يمول، ويقدر الصندوق ده مش بس الثمانيه، ممكن يزيد مثلا كمان اثنين او ثلاثه في حاله انك انت تشوف امتى تقدر تصرف على الفلاح في حالات اللي زي دي. كمان تسمح لي اضيف لحضرتك معلومه اكيده من 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 دراسه سوق الاسمده، انه لو تم تحرير سعر الاسمده الازوتيه، تحريرها يا جماعه نخليها زي ما المصنع يبقى يحصل تنافس بين كل المنتجين ويطرحوها حره في السوق، تلاقيها عند كل تجار الاسمده بدون اي قيود، مش في الجمعيات بس. هل حضرتك يعني فيه رأي مؤكد انه في حالة تحرير سعر الأسمدة، الأسمدة هتتوفر اكتر والتنافس هيزيد وبالتالي سعرها ممكن؟ بص يا فندم، ده اكيد. انت اظن انت عندك حوالي انتاج المصانع حوالي 20 مليون طن ازوتي، يعني 15%. والاستهلاك في مصر حوالي 11 مليون. فاكيد هيبقى يحصل تنافس، والدولة بتدي جزء من، هي بتاخد 55% للاستهلاك، والجزء الثاني لو حوالي 9 مليون طن ده بيسمحوا ان هو يبيعوه بالسعر الحر المصانع ويقدروا يصدروه. هنا سؤال فرع من الحته دي ايضا، كمان تحرير سعر الاسمده الازوتيه قد يدفع المزارع للايمان بكل الدعاوى التي تدعوه الى الاتجاه للاسمده الحيويه والعضويه. فين دور البرلمان ايضا في دعم اقرار قانون الزراعه العضويه اللي متعطل في البرلمان بقاله كتير جدا جدا، ويقال ان في جهات معينه تقف ضد صدور هذا القانون؟ قبل ما ارد على السؤال ده، الحقيقه ان انا مؤمن ان اي سعرين موجود لسلعة واحدة بيوجد الفساد فيه. ده يا فندم دي مش عايزة يعني، وده الحاصل، قد ده الحاصل التلاعب يعني بالفلاحين يعني هي دي الحتة اللي يعني دايما انا مقتنع تماما ان هي في كل حتة في العالم يعني، لكن انت عايز تتحرر ادي بقى، اعمل حاجة معينة تدعم المحاصيل الزراعية. يظن الفساد العبارة بتاعته في شكرته حاجة زي كده. السؤال الثاني في حضرتك ايه يا فندم؟ قانون الزراعة العضوية. بص، احنا متقدمين بيه، واحنا كنا الحقيقه انا تقدمت بيه كنائب، وتم مناقشته اكثر من مره في دور الانعقاد السابق، وكان في بعض المناقشات بدخول هيئه سلامه الغذاء، وطبقا للقانون بتاعها لابد ان هي تتدخل في اي قانون يتم في الزراعه المصريه. فالحقيقه وعملنا تقريبا عدلنا كل اللي هي يعني هو يتوافق مع الزراعه وانا ويتوافق مع هيئه سلامه الغذاء، وانا مؤمن ايمان شديد ان الزراعه العضويه، لان في ناس كتير، في الدكتور محمد فتحي سالم اظن عمل تجارب كثيره لهذا الموضوع، ممتاز. زراعه حيويه وليس زراعة عضويه. يعني ما هي تقريبا واحد، لا والاثنين بيكملوا بعض. الحيويه فيها احياء دقيقه، لكن العضويه هي مجموعه معادن مع السماد العضو بتعمل خلطه كده الاسمده العضويه. بالظبط. فانا اعتقد ان شاء الله في نهايه في هذه الدوره سيتم اعتماد هذا القانون. مش بس كده برضو، الحته بتاعت انت عايز تقاوم وعندك مشكله في المبيدات، لابد من البدء في التفكير ودراسه عمليه انتاج المفترسات اللي هي بتقضي، لان كل حشره في الدنيا ضاره لها. دي مقاومه حيويه، وده دور وزاره الزراعه، وده مقاومه حيويه. ولكن لابد من تفعيلها، لان مثلا يا فندم الصوب الزراعيه في العالم كله، ومنها هولندا مثال، عندهم 40,000 هكتار صوب لا يستعملوا المبيدات الا بنسب بسيطه جدا. اقول لك سر ما تقولوش الا الكل اللي تعرفه. معامل التريكو دراما اللي عاملها الله يشفيه ويديه الصحه يا رب سياده النائب الاستاذ الدكتور يوسف والي وزير الزراعه الاسبق، كانت معموله في الصعيد، وفين محطوط عليها شمع كده يقول لك عهده.
وما بتشتغلش من زمان جدا للاسف يعني الشديد. سر ما تقولوش لحد قدر الامكان. لا هي فندم الحقيقه لازم هناك لجنه ماشيه في هذا الموضوع من حوالي من ايام 2010 تقريبا، واللجنه دي لم يتم تفعيلها. والحقيقه وزير الزراعه الحالي الدكتور عز ابو ستيت مع الوزير بيفكر جديا في تفعيل هذه اللجنه، ونشوف ايه يعني ازاي نقدر نبدا سواء تصدير او استيراد، بحيث ان مفيش حاجه تؤثر على الـ 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 هو بعد اذن حضرتك يعني انا وحضرتك ما ينفعش نبقى في برنامج بدون ما ندخل المشاهد معانا في تفسير بسيط، ايه علاقه اللي احنا بنقوله ده ببعضه كده يوصل للمستهلك يفيد المستهلك في ايه؟ انا عاوز اخفض فاتوره العلاج اللي بنصرفها على الامراض المستوطنه والامراض المزمنه في الدوله، واحنا شايفين برنامج السيد الرئيس للقضاء على فيروس سي. عندي امراض كتيره جدا حتى منها السكر والضغط. عندي امراض تتعلق بالصفره بتاع الاطفال، عندي امراض تتعلق بعدم الحمل طبيعي، عندي امراض تتعلق بعدم القدره على الانجاب في ظروف طبيعيه زي زمان لازم قيصري. كل ده له علاقه بتلوث الغذاء، التلوث ليس فقط بالمبيدات ولا بالصرف الصحي ولا الى اخره، ولكن ايضا بمتبقيات الاسمده الكيماويه او الافراط في الاسمده الازوتيه. لما يحصل عندي برنامج متوازن انا مش هرمي الاسمده الازوتيه في مصر في البحر، لكن انا هعمل منها برنامج متوازن بالاسمده المركبه اللي فيها ازوت وفسفور وبوتاسيوم بشكل متعادل، ومصانعنا كلها حتى مصانع الاسمده الازوتيه الحكوميه عندها استعداد لهذا التحول وعندها امكانيات وقدرات وميزانيات واليات تحولها الى صناعه الاسمده المركبه المتكامله. لما بعمل المنظومه دي وبدخل الاسمده الحيويه وبدخل المقاومه الحيويه ايضا سواء من وزاره الزراعه او من جامعاتنا كلياتنا ومعاهدنا العلميه ومن مركز البحوث الزراعيه والمركز القومي للبحوث، انا بقدر اعمل منظومه نظيفه في النهايه خالص تخليني انتج اكل نظيف، تخلي انا بيئتي نظيفه، تشجع لي ايضا على دخول السائح الى مصر. يبقى انا بنظم او بعدل المنظومه الاقتصاديه كامله بشكل علمي وفني وسياسي. وانا يحضرني هنا لان البرنامج جاي بعد 3-4 ايام من تصريح السيد الرئيس توجيه وليس التصريح المباشر لكل المحافظين في مصر وللسيد وزير الري، مفيش ترعه ولا مصرف في مصر الا لما تتنظف وتشتغل، وده هو اللي بيكمل منظومتنا. ولا منظومه سليمه غذائيه ولا صحيه ولا مجتمعيه في مصر الا ببيئه نظيفه. انا مذاكر صح ولا يا فندم؟ انت مذاكر ولا يعني مش محتاج اي ضيوف عند حضرتك يعني. الله يكرم اصلك يا باشا. الله يخليك. انا بس عايز اضيف حته هنا بقى. اتفضل. من الحاجات اللي هي حاجه بتقول دلوقتي ان قد يكون التلوث برضو من طب بعض. استاذ معليك معلش وانا اقول لنا قايل لهم في اخر ربع ساعه بس في حسن عنده مشكله تصديريه. اتفضل. حسن منين؟ من هنا سعادتك. مين يا فندم؟ من جنة. حسن. اهلا 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 يا حاج حسن، اتفضل. اخبارك يا استاذ محمود؟ الله يبارك في حضرتك. سعادتك انا معايا مصنع عسل اسود ومرخص بتصنيع العسل. مصنع عسل اسود ومرخص بتصنيعه. مرخص بالتصنيع. تمام. اتفضل. انا مش عارف ازاي اصدره. ما انتش عارف ازاي تصدره، اعتقد ده عند المجلس التصديري للصناعات الغذائيه مش كده؟ بالظبط. مش عند حضرتك. لا يعني لا طبعا، لكن هي الفكره ان قد يكون هذه الاصناف مش من الاصناف الدارجه في تصدير انا بشكرك يا اخ حسن واسمعنا بالاجابه لو سمحت. يعني طبعا هي برضو نقطه مهمه، معرفش الكميات اللي بتنتج قد ايه من مصر اللي هي ممكن تتصدر، ولكن اكيد لو هو طبعا اتصل بينا واحنا نعرفه بالمجلس التصديري للصناعات الغذائيه قد يكون هناك فرصه تصديريه لهذا المنتج. يعني هو طبعا احنا بنصدر الملاس بكميات كبيره جدا، لكن استخدامه في الصناعات والملاس ليس هو العسل الاسود فقط، يعني العسل الاسود احد مشتقات او احد منتجات الملاس. يا ريت اخ حسن تتجه الى ايضا المجلس التصدير للصناعات الغذائيه، وده بيختلف عن المجلس التصدير للحاصلات الزراعيه. اتفضل يا بيه. انا كنت عايز اقول حاجه مهمه. طب حاجة ذكرت التلوث الازوتي، انا شايف ان مصر لابد ان هي تعمل خريطه سماديه حسب كل ارض وكل، لانك انت حتى الفلاح المصري متعود ان هو مثلا يحط 10 شكايه في البنجر
او اربع شكاير والله على الهوا 12 شكارة نترات لفدان البطاطس، وفي ناس واجهتهم في طناح. طناح ده أهلية يا حاج أحمد وهدان، أقسم بالله بيقولوا لي 25 شكارة نترات للفدان البطاطس. قلت له والله هتروح النار حتفا. كان في مزارع من المزارعين مع الحاج أحمد وهدان، ده أحد أصدقائه وأحد كبار المزارعين في الأهلي. لا طبعا يا فندم، هي الحقيقة هي عايزة خطوة، حتى لو أخذت سنة أو سنتين لعمل خريطة وتحليل كل منطقة أو كل مركز أو كل يعني في الصحراء أو في الدلتا، وبالذات الدلتا، لأن الدلتا أنت لما توفر الفلاح يوفر شكارتين أو ثلاثة بيوفر له مثلا. والله بتجيبه لنفسك يا عبد الحميد بيه، ما أنت رجل عضو لجنة الزراعة والري في البرلمان. أيوة. ورجل رئيس المجلس التصدير للحاصلات الزراعية، وأنا أعرف جيدا علاقتك بكل وزراء الزراعة واخرهم الاستاذ الدكتور عز الدين ابو سديد. الخريطه السماديه احنا بنتكلم عنها من عشرات السنين. خريطه خصوبه التربه المصريه بنتكلم عنها من عشرات السنين. ودي ايه ده؟ عاوزه كلك خصوبه على كلك سمادي، ويقول لك المنيا عاوز ايه والشرقيه عاوز ايه وكفر الشيخ عاوز ايه. هو ده لازم يتعمل، لان الفلاح كده في اي محافظه من دول زي ما حضرتك اتفضلت، هو 10 شكاير يعني 10 شكاير. يا عم ارضك مش محتاجهم. لا ازاي، ده انا مش هاكل لو ما حطيتهمش. هي عايزه حد يبتدي يعني او يقود، ودي دور الجمعيات الزراعيه الحقيقه، اللي هي اللي يجب ان يكون لها دور اكثر من هذا. وانا بعتقد ان من اهم المشاكل اللي بتواجه حتى الصادرات والاسعار للفلاح اللي هي التفتيت الزراعي، بمعنى ان حضرتك ما تقدرش كمصدر ان هو يروح يتعامل مع الفدان او الفدانين او الثلاثه. ده انا بقول لو الجمعيات الزراعيه قدرت ان هي تجمع حتى 100 فدان او 200 فدان هيبقى ما كان اسهل. حضرتك تقصد الجمعيات التي كانت تعاونيه زمان مش كده؟ حضرتك مش اللي هم تجار الاسماك، انا اللي بقول على مسؤوليتي. لا انا ما اعرفش الحقيقه، لكن انا شايف ان ليها دور كبير. ومش بس ربنا كده، ربنا يصلح حالهم. مش بس كده يا فندم، انا شايف ان هي المفروض يبقى في دعم مشروط على الفلاح. يعني انت هتجمع 100 فدان او 200 فدان وهتزرعهم حاجه واحده، انا هديك مثلا شكاره من غير فلوس، او هديك مبلغ قد كذا. يا باشا الدوله مشكوره، واذكر ربنا يديه الصحه يا رب ويديم عليه العافيه ويديمه على راسنا، الاستاذ الدكتور عادل بلتاجي أفاد هذه التعاونيات إفادة تاريخية، وعمل لهم قانون جديد، عدل قانون التعاون لأول مرة من 50 سنة، وإداهم الحق في إنشاء الشركات، إداهم الحق في العمل خارج نطاقهم، إداهم حقوق كتيرة جدا إن هم يشتغلوا، إن هم يحركوا الركود اللي في حياتهم. لكن هم لا يزالوا نايمين عند شكارة الكيماء، وخد فيها كام واعمل مجلس إدارة ووزع معرفش بدل جلسة ومع السلامة. ده النظام التعاوني في مصر. بس الحقيقه انا ما عنديش قوي درايه، ولكن مثلا حتى القانون لما تعدل كان وقال لك انا هندخل قطاع خاص مع هذه الجمعيات ويعملوا شركات، سواء يعملوا تعاونيات نوعيه، يعني بطاطس يبقى لها مش عارف قد ايه وهكذا. ولكن الحقيقة الجمعيات النوعيه شغاله، بس شغاله في تخصصاتها ايضا علشان تحقيق ربحيه معينه في مواسم معينه وبتنام في العسل. بس هم يعني لما عملوا الشراكه مع القطاع الخاص، لا يحق للقطاع الخاص ان هو يبقى يضخ ما يخشش اكتر من 25% من راس مال الجمعيه، وما فيش قطاع خاص هيجي يضخ فلوس ويبقى ليه، وحتى بيقول لك ملوش صوت اعتقد في مجلس الاداره. طب انا هاجي احط فلوس. عموما ده دوره وجاي في موضوع تاني، لكن انا بقول لحضرتك انت دايما اللي بتجيبه لنفسك. معانا حبيبك اللي اول ما ذكرت سيرته طلع على طول من التليفون. يا رب ياكل حبيب فعلا. الاستاذ دكتور محمد فتحي سالم. يا ايها العالم المشاغب الجميل، ازيك؟ ازيك يا محمود بيه؟ الله يبارك فيك. انا بحييك وبحيي ضيفك المحترم جدا عبد الحميد بيه الدمرداش. ما انتوا اصدقاء يا عم، اعملوها على راسنا يا عم. ده كنا اعداء. ده من الناس اللي لا مفيش عداء والله يا عبد الحميد بيه. لا انت حبيبي يا فندم. انا بس حبيبي ربنا يخليك. ده من الناس يا محمود بيه، حميد بيه الدمرداش، من الناس المحترمه جدا في السوق الزراعي، وخير ممثل للزراعه المصريه في الاسواق الخارجيه. لكنك تعرف ان الراجل ده والمجموعه اللي معاه وهم بيشتغلوا في تحسين حال الصادرات المصريه. انا نفسي انت تتطرق معاه ان الفلاح الصغير يشمل، يعني هم كجمعيه او كمجلس تصدير الحاصلات الزراعيه يبتدوا ينشروا وعي يعني ايه زراعه امنه، يعني ايه جود اجريكلتشر براكتس اللي بنسميها يورو جاب او جلوبال جاب. ازاي الفلاح الصغير عايز الجمعيه عند عبد الحميد بيه الدمرداش ومجلس تصديري
حصاد زراعيه يتبنوا تريننج كورسز، انا مستعد اقسم بالله وقتي كله مجانا فيها. ازاي الفلاحين في مزارع البطاطس في الفراوله في المحاصيل اللي هي التصديريه العاليه في الموالح في الدلتا، ازاي الناس دي ترفع شانها ويتعمل تريننج كورسز مكثفه للمزارعين من اول فدان لغايه 50 فدان لغايه 100 فدان، ونقول للمزارعين دول عايز تصدر ادي الستاندرز بتاع المعايير اللي المجلس تصدير حصاد زراعيه عايزها، ورفع انتاجيه المحاصيل النوعيه دي في الدلتا بحيث ان المزارع نرجع تاني للتوازن الاجتماعي. يا دكتور محمد اتفضل. انا مش هعتبرها مداخله، انا هعتبرك ضيف على الهواء لمده 3 دقائق كده. على فكره انت مدحت المهندس عبد الحميد دمرداش وبتقولوا ان هو خير ممثل للصادرات الزراعيه بره في كل الدول. طيب ما رايك انه متهم؟ اسمعني بس عشان انت اللي ترد. اسمعني لا المفروض تقول لي ليه قلت كده. طب اسالك السؤال الاول عشان ترد. لا المفروض تسالني يا عم ارجوك عشان خاطر انا امارس بقى، هكون ايه دكتاتور عليك، انا المذيع وانا اللي هتكلم الاول. اتفضل. الرجل ده متهم بان هو بيسافر مخصوص لدول معينه علشان يحط اشتراطات تمنع سلع صغار المصدرين ان هي تفوت، هل في حاجه اسمها سلعه صغار المصدرين ولا لا. هي سلعه مصر كلها على بعضها؟ انا خليني اقول لك ليه قلت على عبد الحميد دي كده انه خير ممثل. اقسم لك بالله انا جالي تليفون من الامارات من 3 شهور قال لي جالنا وفد يرقصه اسمه واحد اسمه عبد الحميد دمرداش، راجل بيتكلم بلغه مختلفه عن كل المجالس النوعيه اللي فاتت. الثانيه واحد روسي في الحجر الزراعي الروسي قال لي جالنا واحد اسمه مستر دمرداش، ما قالش عبد الحميد بقى، المستر دمرداش يتكلم بلغه نوعيه مختلفه كتير عليها كده تحسين صوره الصادرات المصريه. اخر حاجه المفروض حضرتك تعرفها، واحنا بنفتح الاسواق للمحاصيل بتاعتنا في الصين كان عبد الحميد دمرداش قدامك ده في الوفد ده، وانا بكلمك نرجع بقى الحته اللي عايزين الخير ده يعم على مصر كلها. يا خد بالك هو قال رقم معاك في الحلقه مش عارف انت ليه عديته، لما بيقول لك احنا اديتك من 7 ل 8 مليون طن طماطم واحنا بنصدر ماكسيموم 90,000 طن. 9 مليون طن. احنا يا فندم بنصدر واحد على 1000 من منتجنا. يعني نعم. كل 1000 طن بنصدر طن، ركز في الرقم. نعم. الرقم ده المفروض بما ان احنا يا عبد الحميد بيه ومحمود محمود احنا ثالث اكبر دوله منتجه طماطم في العالم، بننتج يا محمود بيه طماطم 328 يوم في السنه. مصر بتنتجها، احنا من اكبر ثالث دول في عالم الطماطم. بننتج لو كواليتي توميتو، يعني ده بيزنس لمصر اقسم بالله يعدي عدد حصاد صادرات المصريه. انا بعت لك رقم يا محمود بيه قبل كده، قلت لك تونس من نوع واحد من النخيل اللي هي دجله نور بتطلع حصاد الصادرات المصريه بتاعتنا 5.7 مليار. نعم. تونس بتصدر نوع معين من التمور، نوع واحد بس مركزه فيه، وبتدخل لتونس 5.7 مليار دولار. احنا حصاداتنا الزراعيه كلها مجتمع الاوند 4.4 مليار دولار. لا عدينا 5. فانا بتكلم على مجلسين، والراجل اللي قدامك ده يتمتع بعده مناصب سياسيه وتنفيذيه. حاول تخلي الراجل ده بفكره المستنير. انا دايما اقوله كده، خد بالك هو قال في الاول احنا كنا فعلا اعداء في بعض الديبيت في حاجات في الزراعه، انما هو راجل عنده فكر مستنير، وانا اشوف ان هو لما بيشوف حاجه وبيتقط منها بمعلومات علميه وبيقتنع بيبقى محارب شرس لصالح الزراعه المصريه. انت بتحرجني كده يا محمد بيه، يعني دكتور محمد والله انا بقول انا والله بتحرجني الواحد يعني كده يعني انا ما اعرفش احرج يا حميد. انا بقول بص يا حميد انا خايف بس لحد يقول ان انا اللي متصل ده اكيد ده انا اقول اقسم بالله العلي العظيم انا ما اعرف ان محمد فتحي سالم هيطلب ده النهارده نهائيا، ولا فيه تخطيط ولا فيه ترتيب معاه. لا هو الحقيقه ده كتير، اول حاجه كتير عليا جدا لان احنا بنشتغل كتيم بصراحة. بس بعد إذن معليك أنا برضو يعني في ناس بيسمعونا كتير جدا، وأنا جبت هنا مرة مصدر شاب عجبني أوي عمره 27 سنة وقالت بيدونا الفرصة. كلمة الفرصة دي نديها لهم إزاي؟ أنا بشكرك يا دكتور محمد، وإحنا اللي هنطلبك تاني. آخر حاجة اتفضل. آخر حاجة عايز أقولها اتفضل. دي لتحسين سمعة الصادرات المصرية في البطاطس. أنا عرضت على عبد الحميد بيه دمرداش نعمل بايلوت بروجكت في كذا موقع في مصر من بيست فري اريا اللي هي فيها عفن بني بطاطس، اعتبر ان انا كمركز ابحاث في الجامعه واعتبر ان انا كمحمد فتحي سالم نقدر نخلي الارض دي تبقى اوريدي سيرتيفايد انها فري من براون روت في البطاطس، نقدر نعيد تصدير تاني. قلت لعبد الحميد بيه دمرداش شوف مجلس تصدير حصاد زراعيه نقدر نعمل
دوره تدريبيه للناس المهتميه بمحاصيل نوعيه الفراوله، البطاطس، الموالح، الخضر الورقيه، الطماطم الشيري، كل المحاصيل اللي عنده في 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 في, في المجلس. نقدر نعمل دورات مكثفه جدا. التكنولوجيا الجديد ما ينفعش الناس يا محمود بيه تطلع من احدى الشركات هنا في مصر تروح تتعلم في اسبانيا تعقيم تربه ويقولوا لهم في اسبانيا اللي بيعلمنا ده محمد فتحي سالم. ما ينفعش. فقلت لعبد الحميد بنت المدارس دي القصه دي نحط ايدينا في ايدنا يا جماعه. لازم صوت انا اكون سعيد جدا لما حصلت الزراعيه المصريه قيمه التصدير بتاعها يعدي 10 مليار دولار، وده اقسم بالله يتنفذ في اقل من سنتين وثلاثه لو الناس الجهود كلها متوحده، صغار المصدرين مع كبار المصدرين. هنتكلم في بوتقه واحده ومركب واحده بتعوم في مصر. يا دكتور محمد بصر. انا يا دكتور محمد اسمح لي على الهواء ادبسك مباشره في لقاء مع عبد الحميد بيدي مرداش في مبنى المجلس في المعادي الاسبوع الجاي مباشره عشان ناخد بزمام المبادره دي. يشرفني يا فندم. يشرفني. انا بشكرك يا دكتور محمد. انا برضو الحقيقه بطلب التعاون ما بين وزاره الزراعه والجامعات المصريه. ده ضروري يعني جدا. يعني دي برضو من الحاجات اللي هي انا شايفها مع ان مركز البحوث الزراعيه خاصه الفرصه النهارده ان الوزير من الجامعه. يعني دي انا اتمناها لان اكيد في افكار وفي يعني انواع واصناف وتجارب بتحصل. طول ما احنا بنشتغل كجزر منعزله حتى في مجال الابحاث العلميه يعني في كليه الزراعه في الزقازيق عندهم وحده ممتازه جدا لانتاج المبيدات الحيويه. عندنا في زراعه عين شمس وحده متخصصه لانتاج الاسمده الحيويه بس محدش يعرف يا فندم. عندنا في معهد الهندسه الوراثيه جامعه السادات اللي بيمثله اخويا محمد فتحي سالم يعني من ارقى واعلى الاسمده الحيويه في مصر اللي انا شخصيا مجربها دلوقتي دخلت على 5 سنوات وبرصدها بكاميرا قناه مصر الزراعيه. يا فندم احنا بيسوقنا الدعايه والتسويق. انا كل هذا الكلام معقول لكن احنا نعرف من فين مجتمع الزراعي عنده فيه كذا حي... كذا حي... كذا يعني جهه بتشتغل في يعني هقول لحضرتك امامي رجل رقابي وتشريعي وتنفيذي اسمه المهندس عبد الحميد الدمرداش. عليك المسؤوليه الكبرى في رفع لواء هذا التوجه ضروري الزراعه النظيفه لانتاج اغذيه خاليه من مسببات الامراض. صدقني بيزعلني قوي انه اتقال ده جماعه سعوديين جم مصر وشافوا ما اعرفش كانوا جايبين الخضار بتاعهم وهم جايين من السعوديه ده جايبين الفاكهه بتاعتهم من السعوديه. طب ما هي خضارنا وفاكهتنا اللي احنا مصدرينها هناك جابوها تاني على اساس انها في شنطه سعوديه. هل الكلام ده ليه مروجين مغرضين قاصدين ضرب اقتصادنا عبد الحميد بيه؟ لا ده بص يا فندم يعني حتى بالرغم من كل المشاكل اللي حصلت والحظر اللي كان موجود لبعض المحاصيل الزراعيه في الدول زي السعوديه والكويت والامارات الا ان السعوديه كمياتها زادت هذا العام يعني من المحاصيل بشكل عام لان مش هنخش في التفاصيل محصول محصول يعني. لكن خلي بال حضرتك ان السعوديه والبلاد دي احنا بنصدر حاصلات زراعيه الى دول الخليج من 30 سنه بدأوا هم فقط من حوالي سنتين يهتموا بعملية سلامة الغذاء وعملية المبيدات وعملية شوية الجودة. بس الجودة دي بيختلف من مستورد لآخر لأنه عايز ياخد حاجة صغيرة يبيعها في البتاع ده. الجودة إما شكل الحباية حجمها ده له ملوش علاقة بالجودة. الجودة كغذاء آمن يعني جودة الشكل ده جودة الشكل. فعملوا حصر وبدأوا يعملوا عندهم معامل ومعامل على أحدث ما يكون وعندهم دلوقتي وحدات يعني سلامة الغذاء. فبدأوا يحللوا لقوا إن إحنا عندنا في محاصيل معينة زيادة فيه من المبيدات فعملوا إيه؟ عملوا الحصر. طبعا كان مفاجاه لنا وكان اعتقد بعض الناس اللي هو حضرتك بتقول لي عليه ان هو انا كنت بسافر ويعني اقوم البلاد دي على معلش هو الطرف الثاني مش موجود وانا من حق ان انا لا اكون لا محلم. طبعا لا اصل انا ايوه قالوا لي انك بتسافر تدي عارف عامل ملكي اكتر من الملك تدي للجهات اللي بتصدق اللي بتستورد مننا تقول لهم حطوا الشروط دي علشان امنع محمود وعلي وزيد وعبيد الصغيرين دول من ان هم يوصلوا للمنظومه ويرتقوا لمستوى التصدير عشان اللي يفوز بالتصدير محمدين وحسنين الكبار دول. بقى انا حتى لو بيستمع مش عارف ايه التاني ايه هل انا يعني هبقى راجل بهذه القوه ان انا اثر في حكومات بيهتم بصحه المواطن بتاعها؟ لا وانت امام حكومتك ودولتك مسؤول عن زياده الصادرات وفقا للمعدل اللي انا شايفه قدامي ده لو سمحت الكاميرا يعني دي جهود المجلس التصدير اهي شايفين الصادرات بتاعتنا على المنحنى عامله ازاي؟ معروضه يا شباب على الشاشه؟ يعني ده اللي انا شايفه وهسمح لحضرتك تتكلم عن الجهود دي كلها بس معانا
زي ما جبنا الاسعار نار على المستهلك، التاجر كمان بيشتكي اللي هو تاجر التجزئه. فنشوف التقرير بعد اذن حضرتك ونرجع تاني. خليكم معانا يا شباب، هنشوف تقرير التجار كمان بيشتكوا، بيقولوا برغم ارتفاع الاسعار احنا ما بنكسبش، يا ترى ايه السبب؟ عشان نرجع للعب حميد بنساله. اهلا بكم مره تانية حضرات الساده المشاهدين. اللقاء مع المهندس عبد الحميد مرداش يستحق حلقات وليست حلقه واحده. اتكلمنا معاه كتير، هو بصراحه اجبرنا على ان احنا ندخل من الخاص للعام ومن النائب للمجلس التصديري، لكن تبقى نقطه واحده في موضوع المجلس التصديري هنعدي عليها بسرعه، لان عندنا قائمه طويله من الاسئله تخصك كنائب عشان ما بقاش عديتها. مصدر الصغير اللي جالي هنا من 3 4 شهور في حلقه وقال احنا مجموعه كبيره جدا من المصدرين وما عندناش فرص عمل وعاوزين نتاهل صح عشان ندخل ضمن منظومه محترمه. دور المجلس ايه في استيعاب دول وتدريبهم؟ زي كمان ما الدكتور محمد فتحي سالم قال، عاوزين تدريب مزارع وتدريب مصدر علشان نوسع منظومه التصدير شويه. طب انا هرجع ورا شويه. اتفضل. انا بشوف ان اذا لم يتم تغيير المناهج في المدارس الزراعيه والكليات الزراعيه بالشكل انك انت تطلع حد، لان هم حتى بيطلع حد كفء وكفاءه ويقدر يشتغل فورا ويتعلم في المزارع الكبيره او المزارع اللي هي موجوده وبعدين يقدر بيعمل، وده اللي حصل. يعني اوعك تفتكر ان الصادرات اللي طلعت دي طلعت كده هباء يعني، لا ده طبعا في مجهود من المجلس، ولكن في اعداد كبيره من المصدرين الصغيرين واصبحوا مصدرين كبار. والعلم حضرتك برضو في التصدير، انت عشان تفتح سوق واحد لمنتج واحد في اي حته في الخارج بتاخد لك من سنتين لثلاثه محمود بيه. نعم. يعني عمليه انك انت بتصدر وتلاقي منتج عشان تصدره، احنا مثلا مش قطاع، مش مجلس تصدير للمنسوجات بتعمل القميص او بتعمل، لا ده انت بتمر بحلقات من التعاون الحجري والبروتوكولات الحجريه عشان تقدر تصدر منتج واحد في بلد واحد بياخد له سنتين. فعمليه النمو في هذه الصادرات الزراعيه بشكل عام بيحتاج وقت كبير جدا وبيحتاج نقل سريع وبيحتاج بجوده وبيحتاج دلوقتي بقى في الدول العربيه دي اللي مضايقه الناس كتير، مضايقه الناس كتير ان هي بدات عمليه الدول العربيه بتاخد تقريبا 30% 36% من قيمه ال 2.2 مليار. يعني بتاخد لها مبلغ يعني حوالي 770 مليون دولار للدول العربيه. فانت لازم نحافظ على الدول العربيه، وعشان كده الناس اللي هي بتتهم المجلس ان هو بيعمل يشتغل للصغيرين، قصه يا فندم لازم ننساها، صغير وكبير. طبعا عندنا في واحد الناس اللي هو حتى اشتكى فينا كان بيصدر 5000 طن بيصدر دلوقتي 40000 طن، طب بتشتكي ليه؟ اذا كنت يعني مفيش او بتعمل ايه؟ وفي ده بيشتكوا، في ناس اشتكت وهي ما بتصدر ما 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 ما, ما, ما بتصدرش الحاجات اللي احنا عدلنا فيها. بس أو في مانع ان احنا نقعد معاهم يا عبد الحميد؟ لا طبعا يا فندم احنا ما عندناش اي مشكله. وبعدين في التدريب بقى، في مركز التجاره في وزاره التجاره، مركز التدريب بيدرب، في الدخول في حاجات زي الهي دي دربت مختصه ب 10 محاصيل زراعيه وهي اللي علمت الكبار وعلمت الصغيرين. عشان بس ما يبقاش على راسي بطحه، برضو فيه علامات استفهام كتيره جدا حوالين جمعيه تنميه الصادرات، ودي جمعيه محترمه جدا وانا بحترمها، لا تهدف للربح، لا تهدف للربح، وبحترم رئيسها. هي لا تهدف للربح، لكن يقال ان كل ما تمارسه هو في النهايه يحقق ربح لا يعود على تنميه الصادرات. ازاي؟ وايه دورها؟ وليه تاخد اختصاصات الحجر الزراعي من وزاره الزراعه؟ مش اختصاص، مش اختصاص، دي دور ناس راحت سافرت في ده، الكلام ده من 96. الناس دي سافرت وراحت شافوا التصدير عامل ازاي وشافت الزراعه عامل ازاي، تخصصوا في 10. انا اؤمن بدورها واعرف اعضائها واعرف رئيسها ومطلع على شغلهم، بس كمان المشاهد اللي هو متخصص في المساله دي لازم يسمع من راجل زي حضرتك، علشان انا بقول لحضرتك دايما انا متهم من الطرفين وانا سعيد ان انا متهم من الطرفين. يعني لا ده بطحني ولا ده بطحني. أي. لا لا ده هي جمعيه غير هادفه للربح. نعم. هي باساس هدفها ان هي تعلم الراجل الفلاح ازاي ينتج منتج للتصدير، يعني من اول الشتله لحد لما يتم تصديره. طب التكويد قيد ولا نظام للتتبع محترم بيمارس في كل دول العالم؟ تمام، انا الحته دي مهمه قوي لان الناس وحضرتك وضحها لي بقى، انا عاوز اسكت، عاوزك حضرتك توضحها للمشاهد كده ببساطه، يعني ايه تمام. تكويد؟ تمام. في حاجه اسمها التكويد وفي حاجه اسمها اقرار الوزاري المشترك.
اللي هو تم عمله ما بين وزارة التجارة ووزارة الزراعة لما بدأ الحظر على بعض المحاصيل الزراعية اللي كانت بالتحديد الفلفل والفراولة والجوافة وال ايه تاني والعنب، هذه المحاصيل تم عمل لها قرار مشترك اللي هي بتحدد فيها معيار المزرعة اللي بتصدر بشروط معينة ومعيار بسيطة جدا، لكن الناس مش عارفاه. وتم تدريب بعض الناس وعملنا حلقات كتيرة جدا وزرنا وقعدنا في أسيوط، وهنفتح فرع إن شاء الله في البلاد اللي هي البعيدة زي أسيوط أو بعض المناطق الأخرى عشان نقدر يبقى في تدريب مستمر. حتى احنا بنيجي ندرب كمجلس بنجيب الناس اللي هي متخصصة، حد من معهد بحوث البداسيين، حد من لجنة المبيدات وهكذا عشان يقدر يدرب الناس ويعرفهم. فأنت دي عشان تقدر ترفع الحظر لازم البلاد اللي هي عملت الحظر دي تعرف أنك أنت أخذت الموضوع جدي، فدخلنا وعملنا معيار للمحطة ومعيار نتيجتها ايه بقى؟ نتيجتها معيار للمزرعة، نتيجتها ان حتى الدول الاوروبية اللي هي كانت بتشتكي بعض المحاصيل عادة بترفع نسبة الفحص او رفعت نسبة الفحص مثلا على الفراولة بقت 30% بعد لما يعني بدل ما تصر على انها تفحص الطلبية او الكونتينر كله تفحص 30%. لا ده بالعكس، هو الاساس انك انت ما تفحص حاجه خالص، انك تعمل شيشني. لكن لما بيخافوا من بلد، وفي بلاد كتيره حقيقه يعني مش احنا بس، بيفحصوا بقى نسبه الفحص من 10 ل 20، لان مفيش يعني شايفين ان مفيش كنترول او مفيش تحكم فيه من البلد على هذا الموضوع. انا عندي معلومات ان حاصلاتنا البستانيه اللي هي الخضار والفاكهه احيانا بتتعدى المواصفات المتوفره في السلع الامريكيه. لا يعني دي انا مش هقدر اقارن، لان دي طبعا دايما كل واحد بيحب يعني. انا جالي مره والله منشور بحاجات كتير جدا امريكيه محظوره. لا محظوره في انهي حته؟ في, بس في الاتحاد الاوروبي. ما بص يا فندم، الاتحاد الاوروبي ده ما عندوش كبير يعني. تلاقي لسته حتى البلاد وعارفين كل بلد عامله ايه، وكل بلد بتاخد نسبه فحص زياده عن المفروض قد ايه. لا دي ناس الحقيقه. وعلى فكره احنا دعينا المفوضيه، وريت حضرتك تشرفنا برضو عشان المفوضيه الاوروبيه، وجايين لاول مره عشان تعرف اهتمام المفوضيه الاوروبيه اللي هي الاتحاد الاوروبي كله، جايين يدوا محاضره في الصحه والصحه النباتيه. لو حضرتك ملاحظ انا زودت الريتم في سرعه الاسئله شويه، يعني ارجع تاني لجمعيه هي، مفيش ممالئه ولا مجامله في ادخالها في اقرار منظومه محترمه للتصدير. طب الهيئة بس ما بقول لحضرتك لما عملوا المنظومه دي او المجرى المشترك، مين كان هيكشف على المعايير اللي حطتها الدوله؟ مين؟ الحجر الزراعي، الوزراء لما حطوها، والمجلس التصديري، وجمعيه اللي هي على اساس ان هي فاهمه، عندها خبره، وانها اجتهدت وانها ساعدت زمان في تنميه الصادرات. طب قول لي، هات لي جمعيه. فمن حقها ان احنا نديها الابريشيد ونقول لها ساعدينا بالظبط كده. لا وبعدين عملناها ثلاثه يعني ثلاثه، احنا تبع المجلس التصديري تبع وزاره التجاره، والحجر الزراعي طبعا، وجمعيه اللي هي جمعيه اهليه لا تهدف للربح. سنشد ستارا على موضوع التصدير، ويبقى عندنا حضرتك كنائب وشويه اتهامات كده، لكن بعد فاصل اعلان عشان الناس اللي بيدفعوا لنا فلوس. فاصل اعلان وراجعين. والميه يا فندم. أهلا بكم مرة تانية حضرات السادة المشاهدين. لا يزال معي ضيفي العزيز والكبير السيد النائب الأستاذ عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان ورئيس المجلس التصدير للحاصلات الزراعية. أهلا بك مرة تانية يا أستاذ الحميد. أهلا يا فندم، أهلا بك. خلصنا موضوع الصادرات بما له وما عليه، يبقى أن أنا أكلم حضرتك كنائب. كان عندنا قرار من الدولة مشترك بين وزارة الزراعة والري بتخفيض زراعات الأرز الرسمية من 1,200,000 وشوية فدان إلى 724,000 فدان فقط. نتيجة هذا الخفض حدث توفر أو توفير في مياه الري لا تقل عن 4 مليار متر مكعب. هل استفدنا من 4 مليار متر مكعب مياه دول، ولا هم راحوا فين؟ في كتير من الناس من حقه يسأل، هم راحوا فين؟ طيب أنا عايز أجاوب قبل ما أتكلم أرد على هذا السؤال. لازم الناس تعرف إحنا اللي بيجي لنا قد إيه واللي بنستهلكه قد إيه. نعم. يعني دي برضو حضرتك معلومة مهمة جدا. إحنا بنستهلك حوالي 80 مليار 64 مليار أو حوالي 65 مليار بيطلع للزراعة،
و11 مليار او 10 مليار بيطلع لميه الشرب، ودي نقطه حط خط تحت ميه الشرب. ما عادش عندنا حاجه للصناعه زائد 5 للصناعه. دول ال 80. طيب احنا بيجي لنا ايه؟ بيجي لنا 55، بيجي لنا 55 ونص زائد حوالي 5 55 ونص، حوالي قول 5 او 6 مليار متر مكعب من الابار في الصحراء، يبقى بيجي لنا 60. اما تطرح ال 80 ناقص 60 يطلع لك 20، ده الفرق او الفجوه بتاع الفجوه المائيه. بنجيبها من فين؟ ببساطه شديده بنجيبها من اعاده تدوير ميه الزراعه اللي هي حوالي 15 زائد الابار الجوفيه اللي موجوده في الدلتا. دي الحسبه اللي هي لابد ان كل واحد يعرفها. احنا تزايد سكاني رهيب، احنا في سنة 2050 هيبقى عندنا 170 مليون 170 مليون نسمة، لكن ما عندناش تنمية لمصادر جديدة للمياه مثلا. لا طبعا هو في اكيد في تحلية المياه. ما انا اقول لحضرتك الحلول بس قبل ما نتكلم على الحلول تعال نقول ان احنا دلوقتي مشكلة كبيرة، ازاي هنقدر نحلها؟ فيها حلول كثيرة. وبعدين ده انا هقول لحضرتك على حاجة، ده احنا 80 وعندنا 60 وبنعمل اللي هي الريسايكلينج. طب تعالى نفترض بقى ان زي ما الناس اللي عايزه تحقق الاكتفاء الذاتي، يعني اما تيجي تقرب، ودي طبعا كلام من اللي بيقولوا المعلومات اللي بتجيب. نعم، اكتفاء ذاتي من ايه؟ من اي حاجه. تعالى بس انا هقول لحضرتك الحاجه، اذا احنا بنستورد قمح وذره وفول صويا وبعض الفراخ وبعض اللحوم وبعض الكلام ده كله، لو انت عايز تزرع كل هذا الكلام في مصر عايز لك حوالي 35 مليار متر مكعب ميه. يعني الناس، احنا ما عندناش مشكله ارض يا ناس، احنا عندنا مشكله مياه. ازاي هتحلها؟ احنا عندنا اكتر من 28 مليون فدان تربه صالحه للزراعه، لكن ما عندناش وقت تزرعه. اي يا فندم، ما هي دي المشكله الاساسيه. مشكله مش مشكله. وبعدين انت بتتكلم دلوقتي مشكله ميه شرب، يعني ميه شرب دي اساسيه. فانت لما الدوله تعمل وبعدين عندك شح مائي، يعني انت نصيب الفرد من من المايه دلوقتي اصبح مفروض المعدل 1000 نزلنا عند 600 عند 600 يعني قريب من الفقر. يا فندم احنا عايزين نفكر بعقل وبدون يعني عصبيه. من الذي يفكر؟ من الذي يفكر يا عبد الحميد بيه؟ الذي يفكر تاني؟ ما انا ليه بقول لك انت امام الحمد لله النهارده رجل تشريعي ورقابي وتنفيذي وعضو لجنه الزراعه والري والامن الغذائي، الثلاثه مرتبطين ببعض. لماذا لا يكون هناك الزام بمشروع قومي لصيانه التربه المصريه ومنه تطوير منظومه الري في مصر؟ ده اكيد. ما الى متى سنهدر الماء في الري بالغمر في الدلتا؟ بص يا فندم، يعني هي الحقيقه دي منظومه او تطوير نظام الري ال 5 مليون فدان دي عايزه دراسه مره اخرى ودراسه جاده ودراسه انك انت يبقى في برنامج زمني وفي مبلغ محدد قد ايه هتقدر تعمل هذا الكلام. دي نقطه عشان تقدر توفر كميه ميه. انا من هنا من المنصه دي نيابه عن كل فلاح، الفلاحين بيقولوا لك ما تحطلناش الفلوس عقبه، انا الفدان الزراعي وصل عندي في الدلتا لمليون جنيه، لما تفرض عليا 10 مليون جنيه لتطوير الري بتاعي وتعمل لي منظومة ري آمنة أنا هكون سعيد جدا. ولعلك تعلم، ودي حاجة أنا شخصيا كمهندس زراعي وكبني آدم بفهم في الزراعة وكبني آدم عايش في الدلتا، قرار تخفيض زراعات الرز في الدلتا له من الآثار السلبية يعني ما يجعله خطير جدا في تمليح التربة وأشياء كتيرة جدا. بس حضرتك أنت عارف دلوقتي هي الفكرة إيه؟ الفكرة إن حضرتك دلوقتي مفروض 824 724 ألف بس فدان. حصل تجاوزات برضو، زرعنا مليون أو مليون وتمانين أو مليون طبعا في وده اللي هيجرنا النقطة التانية، هتحبسوهم وليه الحبس يتقال يا عبد الحميد بيه وتسمحوا به؟ كلمة الحبس تيجي في القانون. هو الحقيقة نزل من اللجنة عندنا، أنت عارف إن أي لجنة اللجنة عندكم في اللجنة الفرعية قالت مستحيل، اللجنة الخاصة بتعد، لكن لما نزل للجنة العامة فرضوه عليكم الفلاح يحبس يا عبد الحميد. لا ما فرضوش، مش حكاية حبس. أول حاجة الحبس ليس وجوبي، وعادة لما بقاش فيه سلوك إجرامي، ما أنت عندك حاجتين، يا إما الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، يعني ممكن ياخد مثلا الماكسيم أسبوع مثلا يعني، أو
الغرامه. عاده اذا ما كانش في سلوك اجرامي بالذات في الدرجه الثانيه من يعني الابتدائي حاجه اللي هو تكرار المخالفه، لا مش تكرار يعني الراجل بي 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 قال لك ده مخالف بيروح للقضاء، القضاء الدرجه الاولى بيفترض ان هو يا اما يديله غرامه يا اما الغرامه او الحبس، وبعدين حتى اذا كان فيها حبس بيطلع على الدرجه الثانيه، والدرجه الثانيه بيبقى فيها اكتر. طيب لماذا وانتم في لجنة الزراعة والري لا تجرمون زراعة الموز الشره جدا لاستهلاك المية وتضعون مادة للحبس في التجاوزات من هو على فكرة هو القرار بيقول لك ايه، الوزير الزراعة الحق في ان هو يحدد سرعات معينة في اماكن معينة. واخد بال حضرتك؟ فالموز الموز يا فندم يعني اول حاجة لازم قرار، وده اتاخد اظن في وزارة الزراعة، انه لابد من انك انت كل الموز الموجود في الدلتا لابد يزرع بالتضعيد، لازم، لان الموز مش شجره عمرها يعني بتتغير كل فتره او بتاع، ده لازم تتعامل بالتنقيط حتى. نعم. وطبعا الصحراء بتزرع بالتنقيط، ومساحه الموز الموجود اجمالي مساحات الموز الموجوده في مصر 60,000 في الدلتا و20,000 في الصحراء. الحقيقه فانت الموز برضو من ضمن الحاجات الشرهه، والقصب من الحاجات الشرهه، لكن ما تقدرش انك انت تقول لك لا القصب ب 300 350,000 فدان، ده في الصعيد وفي مصانع معموله عشان انتاج هذا طبعا اعدام زراعات القصب ده قرار ايضا ما نقدرش نتكلم فيه. طبعا، او احلال البنجر محله، لانه البنجر ايضا الصناعات القائمه على البنجر قريبه من الصناعات القائمه على القصب، وده ممكن محتاجه خطه تحويليه طويله يعني. بالظبط كده. حتى الثقافه عند اهلنا في الصعيد ثقافه قايمه، البيت مفتوح، بالزبط. عائلات حياه مفتوحه كلها على القصب وكسره وتراثه ومواويله وكل شيء يعني. بالظبط. وبعدين انت حضرتك دلوقتي الرز هيبقى فيه لازم هتستورد، لكن انت هل توفر الكميات ال 4 مليون دي؟ او ثم يروحوا فين؟ حد ياخدهم في جيبه؟ ما هو موجودين في يا اما في الشرب يا اما في توسيع يعني زراعه مساحات اكبر في الصحراء، ما هيروحوا فين؟ اصل انت سؤال حتى يعني الناس اللي بتساله ده، ما هيروح فين يعني؟ يعني قول لي يعني، هيقول لك برضه هيروح للكبار؟ ما فيش حاجه اسمها كده. كل الناس اللي هي عندها مزارع في الصحراء كلها تقريبا دلوقتي راي بالتنقيط او راي بالرش. نعم. يعني نعم. يعني الاستهلاك مختلف تماما يعني. فانت لازم هتستورد. الحكومه بقى تقدر ان هي ايه هو برنامج الاستيراد وكميه الاستيراد وهتستيراد من فين؟ وبعدين لازم وزاره الزراعه تدلنا برنامج زمني. طب لما يطلع لك علماء مصريين يقولوا لك ان ال 724,000 فدان رز احنا قادرين بقوه العلم وبقوه ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نعظم انتاجيتهم كلهم لمستوى 6 طن للفدان، لكن بمساعدتنا في دعمنا ودعم ابحاثنا العلميه تطبيق والسماح بتسجيل اصنافنا، وعندنا اصناف كتيره جدا من الرز جابت 6 طن وغير شرها اللي بتستهلك نص الميه، ورز يعيش على الجفاف ومقاوم للفحه. يا فندم اصل حضرتك بتتكلم فيه يعني كويس جدا، هذا الكلام يا ريت يبقى موجود، ولكن يعني انا اصل الكلام ده بتتكلم في حاجه يعني مش عايز اقول خياليه، لكن نسبه الكسر قد ايه؟ هياخد، هل احنا تم تجربته في اماكن معينه؟ عندنا اعظم مركز بحثي في الرز في العالم اللي هي محطه سخا. اي يا فندم، ما هو يعني فعلا، ما عشان كده الرز يعني اللي هم الرز العجين او الرز اللي هم يعني والله يا عبد الحميد بيه، انا ادعوكم في مجلس شعب تاخدوا الدكتور حمدي موافي من سخا وتحطوه في مجلس شعب وتقعدوا معاه وتشوفوا السوبر 300 بتاعه اللي بيجيب النهارده اكتر من 6 طن وبيوفر نص الميه ويزرع زي القمح ولا فيه كسر ولا الى اخره، لكن فعلا هو كان قال لي محتاجين حاجه بسيطه كده لاضافه حاجه في الـ بيسموها مضارب الرز عشان التبييض بس يطلع بالفعل، بيدي اكتر من 80% نسبه رز ابيض و20% رجيع، بس حاجه مجربه ومتشافه. لا يعني هو طبعا راجل طول عمره كان ماسك اظن طبعا الرز وكلام من ده. وانا مش شايف ان هو غريب جدا، حتى انا مش باحث مثلا خارج المنظومه الزراعيه، لا ده حد براند يعني انا شايف ان هو قال احنا بنغير المنظومه او الاصناف بتاعه الرز بحيث ان هي تقدر تجيب حوالي 5 طن الرز، مش عارف ما اعرفش اسمه ايه الحقيقه، لكن في خلال فتره لما تعلي الانتاجيه بتاعت اي حاجه هتقلل خالص المساحات اللي هي الكميات اللي بتستوردها. نعم. يعني دي القيمه المضافه اللي احنا اتكلمنا عنها في اول الحلقه. بالظبط. يعني الصين مثلا، ودي تجربه مهمه ان احنا لازم نشوفها، انه بدا يزرعوا الرز على الميه المالحه، هل ده حقيقي؟ يعني كل ده بقراءات،
لكن من الذي يقوم بقى بزيارة هذه البلاد وتوأمة المراكز البحوث الزراعية في مصر هنا مع في أمريكا ومع الصين ويشوف التجارب والباحثين يسافروا؟ دعم البحث العلمي مطلوب جدا عندنا، ما هو مجرد انه بياخد جين من نبتة بتعيش في الملح يقدر يحطها برضو في أصناف الرز ويهجن ويعمل تربية أصناف لحد ما يوصل للصنف، وبلاش نربي يا سيدي نروح الصين نستورد التجربة مثلا نستورد زي الذرة. وانت عايز تقول زي الذرة، الفلاح زعلان ليه؟ عشان البدائل التانية ما بتجيبش إيراد زي الـ 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 الرز، وبالتالي لابد انك انت تنظر بقى للحتة دي، مهمة جدا. زي الذرة الصفراء، طيب انا بستورد 8 مليون طن، طب دعم الفلاح او دعم او هات اصناف جديده بدل ما تدي 3 طن الفدان تدي 6 طن الفدان، اصل مش وجرب، ما انت عندك في الانتاج عندك حوالي 20,000 فدان. لن نستطيع اصلاح هذه المنظومه دون تنفيذ فكره في كل حلقه او في حلقات كثيره جدا بقولها وهغششها لحضرتك، ارجوك تتبناها في البرلمان المصري، انشاء منظومه صوامع عملاقه تمام لتخزين مجموعتنا الرئيسيه كلها من الحبوب، لانك ما لم يكن عندك استراتيجية للتخزين تمام، لوجستيات للتخزين، انت مش هتنتج فينا، تنتج وترمي في البحر. تعرف كل الحبوب قبل لانها ترتفع نسبة الرطوبة فيبقى فيه افلاتوكسين، يبقى فيه خلاص اصبحت فاسدة او تكلفني اكتر او ان انا ارميها في البحر. فهل صعب علينا ان احنا نتبنى انشاء منظومة صوامع عملاقة تكلفنا 3-4 مليار ترجع تمنها في 3-4 سنين من فواقد الانتاج؟ بس انت حضرتك بتقول الحاجه اللي هي بنتمناها، طب ليه ما قلتش ان الدوله فعلا عملت صوامع لحوالي للقمح حوالي 4 مليون طن قليل جدا موجود؟ لا ما يعني بقول لك ده للقمح يا فندم، قليل حضرتك القمح بس مش هو اللي محتاج، يعني انا بستهلك اكتر من 19 مليون طن قمح في مصر، بنتج 7-8 وبستورد الباقي. انا محتاج ان القمح يكون موجود على مدار العام عندي في الصوامع بتاعتي اقل شويه يا فندم. لا هم بالظبط استهلاكنا بالظبط محسوبه من 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 16 الى 19 مليون طن، انا بنتج من 8 الى 9 بستورد الباقي سنويا. تمام، بس دي الارقام دي يا فندم يا ريت نعملها ونشوفها وزاره التجاره او الجمارك قد ايه الاطنان، لان انا يعني الرقم ده انا شايفه كبير جدا. باقي لي دقيقتين ومصر اسرق 5 دقائق بعد اذن الاستاذ ابراهيم علوان والاستاذ محمد صلاح في هوا هسرق يتاخر الحصاد 5 دقائق النهارده. عبد الحميد بدي مرداش حلقه خاصه. زميلتي ايناس عبد القادر بتقول لي انت خليتنا عملنا تقرير عن الاسعار والرقابه، والاستاذ عبد الحميد قال الرقابه على الاسعار، أقدر إزاي أحجم؟ من يراقب الأسعار في مصر؟ من يقضي على الحلقة الوسيطة؟ عاوز نتيجة للحلقة اللي احنا عملناها. يعني أنا ما أقدرش، أنا بقول إن هي يعني مثلا البرتقال فترة من الفترات وصل ل30 قرش، فدي أنا يعني عرض وطلب واستغلال جزء من التجار الجشعين في رفع الأسعار لما بيحصل نقص في المحصول. وأنت فاكر المستهلك هيبقى مبسوط إن البرتقال يبقى 30 قرش؟ ما هو المستهلك أبوه فلاح وأخوه فلاح وعمه فلاح. صح. ما احنا عاوزين نقولنا دائما، انا دائما بقول حاجه تضمن الحاجه العادله، الربح العادل للفلاح والرحيم بالمستهلك. الحلقه الوسيطه دي نقدر يعني حضرتك حلولك ايه كنائب؟ يعني بص حضرتك، يعني انا طبعا هي عايزه مناقشه وعايزه دراسه جديه تفصيليه. تسويق التعاوني كفيل بده طبعا، كل المنظومه كلها يعني عشان يعني احدد اسعار معينه لفتره معينه او تناسب ايه يعني، ما انا برضو مش عايز اعمل تسعيره جبريه. لا انا ما اتكلمش عن ماشي، طب اتحكم يعني في المغرب حاجه اسمها سلاسل الانتاج، دي سلاسل الانتاج والتسويق. ما انا قلت لحضرتك ما نعرفش نروح نستوردها من الشقيقه المغرب يا فندم. السلاسل يعني ايه سلاسل؟ يعني السوبر ماركت. ايوه يعني انجلترا، ما هو السوبر ماركت بيتعاقد، ما انا مش هفتح واقعد اسقف. لا ما لا الزراعات التعاقديه، ما هو ما في زراعات تعاقديه، البنجر زراعات تعاقديه، كل حاجات كتيره جدا زراعات تعاقديه، القصب العصب العصب بالمطلوب. انا نفسي اعمل زراعات تعاقديه في الطماطم في البصل في يا اخي، والله عاوز اعمله في البرسيم، ما انا عندي منتجين بيدوروا على العلف ومش لاقيين. بس يا فندم هي الحقيقه اصل هي البيضه والفرخه، انت اذا ما طلعتش حاجه عشان تتعاقد وتعمل يعني زراعات تعاقديه. الذره اقسم بالله انا اعرف فلاحين بقى وفدان الذره السنه دي والله ب 1000 جنيه بعيدا عن كل بقى اللي بنسمعه وبنشوفه في الاعلام. انا راجل من ريف وفلاح، والله في ناس فلاحين باعوا فدان الذره ب 3000 وب 1000، وفدان الذره تكلفته بالورق والقلم السنه دي توصل ل 7000 جنيه بدون ايجاره، بدون ايجاره. الفلاح بيقول لك انا مش هحسب ايجار ما هو ده احنا لو هنحل مشكله الرز لو
بصينا للقطن وبصينا للذره، والذره الصفراء بنستورد منها يعني. وبعدين برضه من الحاجات المهمه جدا يا فندم بالنسبه للحاجات الاستراتيجيه دي، انت لازم تعمل تكافل زراعي. والله جبته اهو، شوف اين دور لجنه الزراعه والري في تفعيل قانون التكافل الزراعي والزراعه التعاقديه والتامين على الفلاح. شوف حضرتك بقول لك من اول انت اللي بتجيبه لنفسك اهو. السؤال عندي اهو. لا ما هو التكافل الزراعي ده حاجه مهمه جدا، لابد ان يتم دراسته وتفعيله، لان ده نزل في القانون من ضمن الحاجات اللي لجنه الزراعه اخذت الموافقه عليها. لكن هي دور الجهات التنفيذيه لابد ان يفكروا ويشوف شركات التامين هتعمل ايه، ومين شركات التامين اللي هي، ويشوف الامثله في بره. احنا بنجيب بكوتش كوره عشان يدرب مش عارف المنتخب، طب ما احنا نجيب حد من دول مع علمائنا، لان علمائنا انا بشوف مراكز البحوث، مركز البحوث الزراعيه في مصر ادى اداء جيد جدا، بس عايزين نضيف اكتر. يبقى ياخد الباحثين يسافروا. والله عندنا الباحث يتفك في 100 لو حسن استغلاله ولو توفرت له الميزانيه. بس يا فندم معلومات برضو مهمه جدا، ومن هذا التقدم اللي حصل من هذا المنبر ادعوك وارجوك لمناقشه مره اخرى الاسعار. انا اوعدك لطرح الامر على السيد الرئيس باعاده النظر في موازنه البحوث الزراعيه. بس هي يا فندم انا اقول لك اخر حاجه صدق. ما هي الموازنه بتاعت الزراعه طبعا قليله بالبحوث الزراعيه، لكن لو في يعني صنف رز هياخد له 3 سنين لكن في الاخر هيحقق لي 6 طن الفدان، وعايز 100 مليون. ما هو ده الاستثمار يا عبد الحميد. الدوله هتوفرهم يا فندم، بس ما فيش حاجه بخطه تنفيذيه وبرامج واضحه للدوله. وزاره التخطيط يعني، وزاره التخطيط لو انت قدمت وزاره الزراعه، انا في اعتقادي يعني لو تقدمت وزاره الزراعه ببرامج بحثيه واضحه عشان زياده الانتاج في خلال فتره محدده، اعتقد ان هو الدوله هتجيب فلوس يعني. دي انا يعني قناعتي الشخصيه يعني. يعني انت حضرتك كده بالراحه بترمي الكره في ملعب وزاره الزراعه. لا ده حقيقي. يعني ده ضروري وزاره الزراعه. البرنامج اللي هي عايزه 200 مليون، طب 200 مليون ده واحد هتعمل ايه؟ اثنين هتعمل ايه؟ طبعا ما هي الدوله مش ما بتديش كده. كانها دراسه اقتصاديه فعلا. طبعا انا وقتي انتهى، لكن الكلام معاك يا فندم ربنا يخليك. أنا بشكر حضرتك جدا جدا على تشريفك لي النهاردة، ونيابة عن السادة المشاهدين وعن الأستاذ محمد صلاح رئيس القناة وعن طاقم البرنامج والقناة كله، بنشكر حضرتك على وعد أنك أنت إن شاء الله تعرف بقى أن دي قناتك وتكرر الزيارة. لا إن شاء الله تحت أمرك، ويبقى فيها حتى مع بعض النواب الآخرين أنهم ييجوا ويتكلموا. أنت عاوزينك وصل. أنا أقل نائب موجود في. لا عندنا برنامج هنا مع برلمان بيعمله زميلي الأستاذ ماهر فضالي. تمام. وبرنامج يعني إن شاء الله عامل شغل كويس، لكن أنا في برنامجي أنا عاوز المهندس محسن البلتاجي على الهوا. يا ريت حضرتك تتوسط لي إنه يجي هنا معايا. مش محتاج واسطة خالص. لا معلش أنا برضو يعني. لا مش معقول إن أنا يعني هطلبه كتير أكتر من كده. يعني أنا طلبته مرة ووعدني وقفل تليفونه وما جاش. لا انا المسؤوليه يا فندم. حضرات الساده المشاهدين، ليس معي الان سوى ان اشكركم على متابعتكم ومشاهدتكم الكريمه، واشكر ضيفي العزيز السيد المهندس عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنه الزراعه والري والامن الغذائي في البرلمان المصري ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعيه، واشكركم وتصبحون على الف خير.